شيء يبقى جامداً ما لم نعطيه الروح. وحقيقة في العاصمة الأقدم والمدينة المأهولة بالبيوت الحانية والتي تجاوز عمر البعض منها مئات السنين، خلف أبوابها الأثاث الجميلة ليس للسكون مكان، فكل يوم قصص تحمل مخزوناً تنقل على لسان راو إما غارق في ثنايا الماضي وعاش تفاصيله أو ورثها أباً عن جد. أخذت حديث طويل عريض بس أشوفه اللي فيه هيك مثلاً هذا اشطبوا. حياتي كتير فيها تشكيلة كبيرة. آخ على دمشق هي قطعة من السماء، الشام مقدسة. ولداني بباب توما بالحارة الثانية. أنا بنبسط إني بنت مرة شامية قديمة. قديش عمري؟ حدا بيفضح عمره. عمري 83 سنة، متزوجة، عندي ثلاث شباب وعندي بنت صحفية وعندي شاب بكندا عم يدرس علوم سياسية. صار لي شي 40 سنة وأكتر شوي كان روح قلبي العمل والشغل، تحصل الشغل فينا اللي بيشتغل هو صغير ما بيعود يقدر يترك الشغل، فكر حالة الوحدة ملكة بس تلبس القطعة. كان عندي ولد معاق صار عمره 50 سنة، أنا بربي يعني أنا كل شيء بساوي له إياه. الحكمة قالوا بعيش 12 سنة، أنا عيشته 50. انتبه له الانتباه الكامل، جميل حلو، إيه ما بيحكي ما بي يعني ما عندهم الحركة هي، ونفدت فيها. عيشته هو العمر من عند ربنا. بزمناته احترق بيتي، ما ضل عندي شيء من شيء 40 سنة. في شخص بالسوق ببيع قماش شافنا قال عرفت كل شيء، ما لقيته إلا باعت لي هون داية قماش ما قبض مصاري مني، قال لي خدي اشتغلي. شلون ما بدي احترم وحب وكل شيء بهالإخوة اللي احنا عايشين سوا، احنا ناكل سوا نشتغل سوا كل شيء مع بعضنا. احنا لعب أطفال كانت يسلقوا بيض ملون، ووقت يوم العيد يكسروا بهالبيض بعضهم هيك يتسلوا نهار العيد، يعني هي لعبة العيد. صمت نهار قلت بدي جرب، عنا أصحاب قالوا لي الساعة الصبح تاكلي بتضلي ليدق المدفع، وكان يدقوا مدافع، هلأ ما حدوا دقوا المدافع، كانت ساعة 5 وقت المدفع يضربوا مدفع لحالهم كلها تفطر. إيه اليوم ما عاد في المدفع، ما عاد هالجي، إيه صمتوا نهار حلو، شعرت شوي كذا بس قلت بدي كفي للآخير، والحمد لله كفيت للآخير، وكان يعني نهار كتير بتذكره دايما. أنا ولدت بدمشق وتربيت بدمشق لحديت عمر 15-16 سنة،
وبلشت بالعمل الشغل. من هداك الوقت كان أبي عنده بالمعرض دمشق الدولي محل تجاري، كنت استلم له يا أنا محل كبير بهالعمر، وقابلت كتير ناس. هون عمري 18 سنة اجتمعت أنا وفيروز، اجت لعنا على المعرض دمشق الدولي أنا وياها. أم كلثوم قعدت أنا وياها نص ساعة نتحدث. هاي بترك الكاتوليك كمان اجى لعنا، وهي أنا ومدفي ديف والرئيس عم مارق بالحارة القديمة، قدمنا له هدية وكان كتير مبسوط. بعدين طلعت على حياة، اشتغلت بسوق الإنتاج بحلب كمان محل أبي. أبي هو ملك الصناعة الموزايك، اللي عنده شهايد ونياشين عالمية يعني. هي الطاولة اسمها طاولة بيزيك من قديم، يعني عمرها 100 سنة. هي الطاولة أبي اشتغلها من قديم الزمان، وبعدين كله خشب الورد، كله خشب طبيعي، خشب جوز وخشب ورد وخشب الليمون. وهي هون طاولة زهر. نرجع بنشوف هون، هي هون شطرنج بيلعبوا فيها. هي كمان كله شغل موزايك. وهي هون شان لعب الورق. هذا العظم، هذا العظم كله عظم أصلي. عائلتنا فيها فن. من جدي معمر محطة الحجاز، وكان هو وأربع أخواته. كان يقلنا أبي لحنا وبالبيت، بس تمرقوا من هونيك قدام لمحطة الحجاز ترحموا على جدكم. قمت أنا فتت بدي شوف محطة الحجاز، يعني ما داخلت الأبد من برا شي حلو. إيه هو وكان واحد مهندس أجنبي يعطي الرسوم هنن يشتغلوا محطة الحجاز يعني. وجاء أبي كمان اشتغل بالموزايك، وجيت أنا كمان في يعني أصالة فن بالعيلة. بعدين كان أبي يعرض بمعارض باريس، وهي ياخذوا قطع من هون، قطع كانت يعني بسيطة. قمت أنا هالقطع هي طورتها، لونتها، لون الخيطان، لون يعني، ونحط القصب الحلو فيهم وكذا، جملتها وعملت قطع دمشقية من أجمل القطع. ومشي حالهم كتير برا، بفوتوا السواح كانوا يتعجبوا من محل. حتى بزمناته في واحد تلياني اجا زارنا، حب المحل، أخذ كرتنا. أما طالع أخي على إيطاليا، قعد قدام هالشخص الإيطالي قال له زرنا محل بالشام من أجمل محلات الشام الحلوة. قال له ما عرفت مين صحابه، أخي بالمصلحة يعني. قال له لا بس معي الكرت. طلع الكرت، قام طلع محل قطو. إلي مرأة بكل شيء شرقي من شغل بلادنا. القفطان هو كلمة يعني هو لبس من لباس الشام، ما كان هيك. كان بدوما في عندي طرازات يطرزوا الأغباني، يعني كتير حلوة، شغلهم كتير حلو. وقت الحرب هاي اللي سافر، هذا اللي معاد مساكين ما بعرف أحوالهم. هاد إيه قمت أنا صرت خيط، مع أني أنا ما بعرف خيط، بس شوف كيف معمول هاد خيطه. إيه صرت خيط واشتغلت
وطورنا، صار بأوروبا هالقطعة يا لطيف. كانوا ياخدوا أبي من عنا وأخواتي، ما يحطوا القطع تروح تنباع قد ما حلوة يعني. بعدين وقفت. هلأ من الحرب، من الحرب صرنا 12 سنة بشتغل، ما قدرت وقف الشغل لو ما عم بيع بشتغل. بتنعم أنا وقت اشتغل، بنبسط إنه إيه اشتغلت. تطريز الإيد جربناه كتير صعب، لأنه بده يتطرز بالخيطان القصب، القصب بده يتطرز، إيه ما في مين يدفع ثمن هذا القطع. اشتغلت قطعة فستان لبنت أبوها كان بقصر الملكي بليبيا، راحت لفرنسا بدها تشتري فستان عرس، ما عجبها ولا فستان، أم أجوا عندي والله سوينا لها فستان قطعة دمشقية بتجنن، أبيض الحرير، أبيض القصب، أبيض الشاحط هذا اللي حطته على كتفه ومشيت فيه. كان في يعني شخصيات كبيرة شافوا شو هذا، منين ها؟ من الشام، هذا شغل الشام، بيشتغلوا هيك بالشام. قالوا له إيه بيشتغلوا بالشام هيك وأجمل. عملت لها قطعة هيك بالريطمة فوال للبن والشاحط هيك، كله مطلز وكله لولو وكله شي حلو. اللون الابيض صعب شغله لانه دريك اللون يصير له هيك شيء. هذا في كل الالوان جميله. انا ما بنتبه لحدا من العالم لشغلي، لشغلي ولا بأذي إنسان بكلمة ولا بزماني. تعالجت مع شخص، مع أبداً أبداً. هالدماغ ضل مرتاح لأنه ما في شيء يتعبه. هلأ وقت الإنسان عنده ضمير بده يتعب، يتعب شخص ثاني بيضل بيفكر بيضل هي. والحمد لله أنا لهلأ مالي أخذ حبة دواء، دواء ممنوع عندي، ولا حبة دواء لهالعمر، ولا فايتة حكيم عيون لهالعمر. أنا ما بعرف حكيم العيون، 83 سنة بقرأ، بقرأ شغلات وبحب القراية والحمد لله. بس يكون الإنسان ما يأذي غيره، ما يهيئ، بيضل هالمخ مرتاح. كل يوم قصة شيقة لا تشبه الأخرى لبعض المذكرات الشخصية أو لمرويات شفهية تدخل أعماق النفس وتخاطب الروح قبل العين. كادت يوما ما أن تمحى من الذاكرة، ولكن توثقت في حكاية من دمشق.